إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الباتش المباشر من مدينة الدار البيضاء. حنا الآن كنتواجدوا في منطقة البرنوسي. كيف كتشوفوا معنا هذا المسن، هذا كانوا تلقاو ليه شي عصابة في منطقة عين السبع، تعدوا عليه، هرسوه من إيدو. كيف كتشوفوا معنا هانتا، ما قادرش حتى ينوض مسكين. سيمانة هادشي باش وقع. شنو واقع؟ نشكر الوقاية المدنية من هذا المنبر، تفاعلوا مع هذا اللايف وجاو بسرعة باش ينقلوا هذا المسن. كيف كتشوفوا معنا الحالة ديالو، شو مسكين شو. ما تبغاش هضره، سيد مشى معايا ياك. سيد مشى معايا.